ودلوقتي بقى هنروح نشوف مع بعض تقرير صورته كاميرا يحكى أن مع مصمم الأغلفة الأستاذ أحمد فرج، واللي أبدع من الهندسة للأدب ومجال التصميم، صمم أكتر من 1000 غلاف للكتب والروايات المشهورة، زي مثلا رواية نادي الأرق لذئب وحيد، وكتاب فناجين مضادة للاكتئاب، رواية لن ينتهي البؤس. الحقيقة أغلفة كلها نجحت بشكل كبير جدا. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. أكتر الحاجات اللي انترستد فيها في تصميم جرافيك تصميم أغلفة الكتب. بدأت أصمم أغلفة كتب من بداية 2014 لحد دلوقتي. الموضوع جه أنه من حبي للكتب بشكل كبير وللقراءة، وحبي للخط العربي وللفن بشكل عام، بدأت أن أنا أصمم أغلفة كتب كهاوي أو الأغلفة اللي أنا بحبها أو الكتب اللي أنا بحبها. عملت كذا غلاف للصديق من الأصدقاء، وبعدين تواصلت معايا كذا دار نشر إنه أشتغل معاهم وإننا نبتدي نشتغل مع بعض في 2014. نظريتي للأغلفة أو عموما الأفكار بتاعتها بتيجي، أولا لازم الداتا تكون جاية بشكل كويس جدا، يعني بحاول إن أنا اللي أستخرجها وأنا اللي أسأل عليها، يكون في أسئلة بحاول أسألها علشان أعرف الجنرا بتاع الكتاب ده ايه، احنا عايزين نبيعه لمين. كمان الموضوع فيه ناحية تسويقية كبيرة جدا، مش بس فن، فدي اسئلة بتجاوب عليها دار النشر غير الاسئلة المتعلقة بالكتاب نفسه، بموضوع الكتاب، بروح الكتاب نفسه اكتر، الفكرة العامة اللي الكتاب عايز يوصلها، هي دي اكتر حاجة بتأثر على الغلاف. ممكن غلاف كتاب يكون لون بس، لو انا عندي كتاب عن الفرحة عن السعادة ممكن استخدم لون برتقاني لون أصفر مثلا، كتاب فيه مأساة ممكن أني استخدم لون أسود، ممكن استخدم لون قاتم شوية، نفس الوقت ممكن لو بصيت له من ناحية تانية تقدر أنك تستخدم لون فاتح جدا، ممكن تستخدم أبيض، عندك شخصية ناسية كل حاجة، عندك شخصية المأساة بتاعتها أن هي عندها فراغ ما عندهاش حاجة، ممكن تعبر عن كده بلون أبيض. بص الحقيقة هو أنا معظم اللي عملته طبعا عربي، في أغلفة عملتها بالإنجليزي والفرنساوي، ممكن بس ما يتعدوش مثلا 10-15 غلاف، لأنه يعني البورتفوليو بتاعي كله عربي، فلما دور النشر الأجنبية بتشوفه غالبا ما بيبقاش واصلهم بالظبط إيه الموضوع أو إيه العنوان، لكن أتمنى الفترة الجاية أنه ممكن أشتغل مع دور نشر أجنبية. أنا شايف أنه أغلفة الكتب الفترة الأخيرة بدأت تتطور بشكل كبير، بدأت أن هي تبقى أبسط وأعمق في نفس الوقت، بدأ يبقى فيه فنانين كتير في المجال حابين المجال وحابين أن هم يضيفوا له، فده بالتالي بيطور الأغلفة بشكل كبير وبيطور العمل. يعني أنا لما أشوف حد بيعمل شغل كويس أكيد ده بيحمسني ان انا اعمل شغل احسن وبيكون ملهم لي. احنا عندنا عدد كتب كبير جدا بيتم انتاجه سنويا، عندنا ثقافة ممتدة من زمان للأغلفة، فبالتالي الغلاف المصري له طابع معين، له ثقافة معينة بنحاول نلتزم بيها بقدر الامكان، وفي نفس الوقت لو نقلناها لأي مكان بتكون بتعجب الناس وبتكون مثيرة للاهتمام. يعني أنا مش شايف اختلاف كبير، بس شايف أنه غلاف الكتاب المصري من زمان ولحد دلوقتي لسه رائد ولسه له مكان يعني في وسط الأغلفة.